طبعا الحين راح انتقل من الرياض الى جده وارحب بزميلات اسرار وايمان. مساكم الله بالخير. مساء الخير مروة، ومساء الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. راح نتكلم فيه عن موضوعات كثير حلوة ومشوقة، لكن خلوني في البداية أرحب بزميلتي إيمان. يعطيك ألف عافية أسرار، ويسعد مساكم مشاهدينا ولاستديوهاتنا في الرياض. طبعا فقراتنا اليوم جدا حماسية، فإن شاء الله تعجبكم. عدد المصممات يزداد والمنافسة ترتفع، وهذا أصلا اللي فتح باب كثير واسع، والباب هذا الواسع صار فيه منافسة كثيرة كما يحدث اليوم، خصوصا وإحنا نتكلم عن تأهيل مناسب في هذا المجال. تماما اللي سوته ضيفتنا لليوم، كان عندها فكرة وكان عندها حلم وكان عندها حب للتصميم، ودعمته بالدراسة. طبعا الدراسة حقتها هي اللي وصلتها انها تخلي حلمها وتخليه لأرض الواقع شيء بتشوفه وبتلمسه بنفسها. طبعا اليوم رح نتكلم أكثر وعن الموضوع هذا ونجيب تفاصيله مع ضيفتنا مصممة الأزياء رؤية عبد المحسن طلال. نورتينا، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ يا هلا بك. الحمد لله. رؤية، بداية بنعرف منك، هل حبك، يعني حبك للتصميم، هل تسميه شغف أم هو تجارة أم هو يعني عبارة عن شغل؟ هو كانت في البداية هواية بالنسبة لي، بعدين دعمت الموضوع ده انه دخلت مجال الفاشن ميرشندايزنج اللي هو تصميم الازياء. فتخرجت من امريكا بكالوريوس في المجال ده، وبعد ما تخرجت بدا الموضوع، يعني بدات مره اتحمس بزياده، وقتها يعني صار تجاره كمان، يعني افيد و حلو، يعني استفيد وافيد. بالضبط. حلو. طيب رؤيا، انت تخصصتي في العبايات، ليش؟ لانه يقال انه العبايات اسهل، ولا في سبب ثاني؟ هو طبعا انا لسه في بدايه مشواري، فاكيد ان العبايات اسهل بالنسبه لي، بس ان شاء الله يعني مع الايام ومع السنين راح تتوسعين. ان شاء الله توسع باذن الله. طيب رؤيا، ايش هي فلسفتك في التصميم؟ يعني والله اول شيء يعني ممكن اقول الالوان، يعني تفضل العبايات الملونة؟ أحب العبايات الملونة. الأسود، أنا مرة أحب الأسود، والأسود دائما أنيق، ملك الألوان. أيوة طبعا، بس الألوان يعني حبيت أسوي شيء مختلف. الناس كثير مصممات بيسووا ألوان، بس أنا ممكن بنقي الألوان الغريبة شوية، ممكن التفاحي، البمبي. حلو، فشوية يعني خارج عن المألوف. أيوة. الموضوع حلو حلو. طيب رؤية، إيش أكثر الخامات اللي تستخدمينها، وهل في خامات معينة بتستخدميها، أو في مثلا أنواع معينة بتستخدميها كجرأة منك كرؤية؟ أكثر خامة بستخدمها هي اللينن، وأنا أعتبر اللينن جرأة. لأنه مو كل الناس تتقبلوا لأنه مرة يجعلك. وغير كده لازم لما تنقي الخامة لازم تنقيها مرة بدقة، لأنه في خامات تكون لو حتسوي ألوان فاتحة، وأنا مرة أحب الألوان فلازم أنقيها بدقة، لأنه في تيجي شفافة بعض المرات إلا صح، فتبين اللبس ولا تبين الجسم. فأنت ما تبي تستخدم اللي هو اللي إيش يسموها، بطانة؟ أيوة، ما تستخدم بطانة. بالضبط، تقيل العباية وتروح فايدة اللينن. أنا أحب قماش اللينن لأنه هو كويس في الحر. أيوة حلو، عليه طلع وعملي صراحة، عليه يعني حتى لو طلعتي هو مكركب. إيه. ما حيجي يقولوا لك إنه ليش مكركب صراحة، ومرة كويس يعني القماش ده معروف للجو الحار، فأنا ما أبغى كمان أحط بطانة يصير خلاص راحت فايدة القماش وقتها. طيب اللي بعرف دوبك قلتي إنه أنت تحبي الألوان، هل تغيرت معادلتك؟ تتوقع الناس صاروا ما هم على الأسود زي زمان، ولا أنت بس هذا الشيء إنه شيء نفسي أنت تحبي الألوان لحالك؟ أنا يعني أحس الناس بدأت تتقبل الألوان. لسه أحب الأسود وبدخل الأسود، بس بتلبسي يعني؟ بألبسه، لا بالعكس. أيه. أنا مرة أحبه وأشوفه أنيق، وللمناسبات في السهرات يعني أنا بلبس أسود، يعني حتى ما أروح الأسود هذا يسبب لنا كلنا مشاكل. أيوه. يعني أنا لو تفتح لابي نص أسود. أيوه. بالضبط، فساتين كل شيء عند الأسراح في العزائم تلاقيني لابسة عباية سودة. هذا بس عملي، الألوان أتوقع فيها إنه آخر عملية، يعني مهما صار ما حتروح موت أبدا لو إيش مكان. صحيح. وفي النهار يعني حلو الألوان في الشمس، صح؟ إنه تشوف ألوان فاتحة. صح صحيح. صح. أوكي رؤية، بالنسبة أنت عندك، إحنا عندنا طبعا كل يوم في موضة جديدة، فإيش تتوقع الموضة اللي جاية حتكون في العبايات؟ في العبايات. أي. والله أنا بشوف يعني أشياء كل يوم يطلع شكل، كل يوم. أيوة بتطلع أشياء مرة كثير،
بس انا بدات احس انه الناس تبغى الاشياء الغريبه اللي نادره. اي صحيح، يعني مو الشيء المعتاد اللي هي العبايه اللي فيها مثلا الفصوص في الكم. بس ما تحسي في نفس الوقت انه في السمبل، الاشياء السمبل؟ انا عباياتي كلها حقت يوميه وسمبل، يعني اكثر الكولكشنز حقتي نفس الشكل ده بجيوب، ويعني في الاكمام في الورود هذه. فيري سمبل، فيري. ايوه، وحتى لو تبغي يعني تفكيها يصير تقدر تلبسيها. أيه. إذا تبغيها سمبل حلو. كمان زيادة خلاص ما فيها لون خلاص إنه كده. ف يعني أنا أشوف السمبل حلو هو اللي ماشي يعني. سمبل إز مور. صحيح. رؤية حنكمل معاك الحوار، ولكن مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نواصل. ورجعنا لكم مشاهدين الاستكمال حوارنا مع مصممة الأزياء رؤية طلال. كنا بنتحدث قبل شوية عن مشروعها اللي هي بتسويه حاليا، فنبغى نعرف منك رؤية، يعني مثلا أنت بدأتي بس لسه بدأتي، ما عندك محل، ما عندك يعني مشروع لسه يعني في محلات معينة، بس دخلتي بازارات قبل كده؟ قد دخلت بازار، بس صراحة يعني مو مرة حبيت الفكرة، لانه انا دوبي باديه في المشوار، فالتنافس في البازارات مره كبير. وتحس الناس مو مره بتعرف، مو مره بتشوف اشيائك، لانه بتدخل عندك اللي جنبك كمان بتسوي عبايات، واللي يضيعوا زحمه زحمه، وتحس الاسعار كلها تقريبا نفس الشيء، فيعني مو مره في كومبيتيشن يعني. صحيح. في البازارات. صحيح. طيب رؤيا، انت لما بدات ايش اللي ساعدك في الانتشار؟ السوشيال ميديا ولا اللي حواليك؟ قعدتي بس اللي حولي، لانه انا صراحه في البدايه يعني انا ما فكرت ان انا ابدا اسوي في العبايات. يعني دخلت المجال ورجعت، كنت ارجع في الاجازات دائما لانه كنت عايشه في امريكا، فكنت ارجع اقول يعني انا ماني مطوله هنا، ما ابغى اروح اشتري عبايه، ابغى واحده على زوجي. فكنت انزل اشتري الاقمشه واروح اوديها للخياطين، بداوا الناس اللي حواليا، اهلي، قريباتي، صحباتي، بدات تعجبهم العبايات. حلو. فاللي قالت لي سوي لي، فاتشجعت من وقتها يعني، وهذا اللي خلاني ابدا يعني صراحه، الناس اللي حوالي هم اللي شجعوني. حلو حلو، خاصه باين انه كمان يعني السهوله والبساطه في تصاميمك احس متاثره في امريكا كمان. يعني عاد عندنا تعرف اللي يحبوا التلميع اكثر، يعني اكثر انسان تشوفيها عشان كذا انت قادره فخامه اكثر هناك. يعني يحبوا السمبل ناعم اكثر، اصلا كل ما شيء يكون سمبل كل ما يكون فخم اكثر. اول ما تبدا يعني تزودي في الموضوع، صح، تدخلي اشياء مع بعض تتلخبط خلاص ما تقدر تلبسي. ايوه. طب رؤيه، كيف حافظتي يعني انه تصاميمك ما تنسرق، ما تروح لاحد ثاني؟ كيف قدرتي تحافظي على هذا الشيء؟ هذا الشيء ما تقدري تحافظي عليه صراحه، يعني الا ما الناس بتشوف اشيائك، لانه انا بعرض اشيائي في انستغرام. صح، مو عشان كذا انا بسالك. أيوة. لانه انت ما عندك وسيله ثانيه تعرضي فيها. ما احلل اللي ياخذ. ايوه، يعني بحط اللوجو حقي على الصوره، بس غير كذا ما اقدر اسوي شيء. يعني ما اقدر امنع الناس ان هم مثلا ما يقلدوا التصميم ولا ما. صح. يعني بتصير. صحيح. صحيح. يعني هذه واحده من الاشياء اللي تحسي انه تشيلي همها ان الواحد يسرق، بس في النهايه الارزاق. بس في النهايه لو انت ليكي تاتش طبعا ايش التاتش حقتك؟ هذه هي اللي بنعرفه اكثر شيء يميزك، غير اللي هو اللينن، غير اللي هو السمبل والالوان، شيء معين كمان يميزك انت كمصممه. ممكن اقول الشيء اللي يميزني انه بخلي العبايه عبايه. يعني انه في عبايات اكيد ما حتقدر تخليها جاكيت رؤية. لا، في عبايات يعني تصير شكلها زي الفستان، يعني حاطين دحين ميدي. صح. عبايات. أيوة. ميدي وكذا اشياء غريبه، اللي بتكون قصيره واللي قصدي مره ضيقه، فانا بحاول انه اخلي العبايه لا فضفاضه وواسعه. صح. وغير كذا طبعا الالوان شويه بكون جريئه في تلعب الالوان. تلعبي في الالوان يعني. ايوه، عندي تفاحي يعني. بس عندك اسود مثلا؟ عبايه أسود. كلها تفاحي ولا مثلا؟ كلها تفاحي. كيف كذا؟ في احد في اقبال عليها؟ في اقبال والله، في الناس بدات الناس خاصه يعني احس في الصيف ترى يطلع. إيه. حلو الالوان الصيف. أيوة. لانه ما في شيء يمنعنا من انه احنا نستخدم الالوان. صح. يعني الاسود هو انيق وكل شيء، بس هو صار عاده يعني، فما فيها شيء انه الواحد يغير، اهم شيء انه العبايه تكون مسترتك ومغطيتك. صحيح صحيح، يعني لو عندك تكون شفافه يعني، فما فيها شيء لو انا سويت الوان، يعني ما هي الوان كمان صارخه انه انا الواحد يمشي يلفت الناس. اكيد. صحيح. اللي يعني يكون فيها لمسه. أيوة. طب انت عبايتك رؤيه موجهه يعني مثلا انت ماسكه خط الشباب فقط اللي هم البنات الشباب، او انت عندك كل الفئات يعني العمريه؟
حاليا احس اني للشباب اكثر بسبب انه الكبار يعني مو مره متقبلين فكرة الالوان بالضبط. صح. يعني حتى لو اشترت واحده تلاقيها ما تبغى تلبسها او ليهم موديلات معينه اتوقع ايوه تناسبهم. صحيح. وانا كمان يعني عامله في اكثر العبايات حقتي جيوب يعني زي هذه فيها جيب حلو هذا مره ينفع المكتب. ايوه بالضبط. صح. فاللي بتشتغل يعني عمليه قصدي جدا يعني عمليه. أيوة. صح. عمليه ولسه بقولها مثلا دحين انت ما شمرتيها قبل ما تشمريها يعني كانت حقت مكتب بعدين لما تشمريها أيوة. تقدر تطلع صارت حقت صحيح تقدر تروحي على فكره بعدها. حلو جدا العبايات اللي تقدر تلبسيها بكذا شكل. أيوة. صح حلو. انا دائما اشيلهم انه الاشياء حقت المكتب تحسي انه خلاص لازم ارجع البيت ابدلها بالضبط بس تقدري تلبسيها يعني تبغيها مره انه سمبل وكاجوال. صح. طيب انت قلتي لي بتسوي اسود. طيب الاسود بالنسبه لك برضه لسه عملي دخلتي خط السهره يعني انت بتحطي عبايات سهره ولا لا ما بتفكري في الموضوع؟ ابغى ان شاء الله اسوي عبايات سهره بس حاليا انا اكثر متجهه للكاجوال لانه انا صراحه افكر في نفسي يعني مو بس بفكر في نفسي بفكر في البنات. ايوه بفكر يعني قصدي في البنات الشباب اللي في عمري اللي بيشتغلوا ولا اللي يبغوا يروحوا سوق مثلا يعني انا احب لما اروح السوق اكون مرتاحه وعندي مكان احط جوالي. صح. يعني ما ابغى اقعد ادور يعني في الشنطه وافك شنطتي ادور على جوال خاصه عندي الجوال في جيبي على طول اخرجه في الشغل يعني ابغى شيء عملي انا فبفكر في البنات الصغار اللي هم بيشتغلوا اللي وهم اغلبيتهم اللي بيشتروا من عندك. ايوه صحيح. طيب رؤيه في بنات كثير متجهين لهذا المجال فايش اشياء انت مريتي فيها او صعوبات عديتي فيها تحبي تقولي لهم انتبهوا من هذا الشيء؟ في البداية ممكن كنت احاول اني اخلط الخامات مع بعض فاحس الواحدة اللي تبغى تدخل في التصميم لازم تركز في طريق واحد يعني ركزي في شيء انت يعجبك ولا شيء انت تحبيه وامشي عليه لا تلخبطي نفسك يعني انا كنت في البداية ابغى كل الناس تلبس عباياتي بعدين فكرت انه لا انا ابغى امشي مثلا في طريق ابغى اجذب البنات الصغار فغيرت صرت اسوي اللينن والعبايات العملية لازم الواحدة يكون عندها فكرة فين تبغى تتجه هي. صح. في تصميماتها. صحيح. طيب انت دحين في امريكا مثلا لما كنت في امريكا هل عمرك شفتي مثلا واحدة لابسة شيء ممكن ما يكون عباية بس شبه عباية هل تتوقع ان احنا في يوم من الايام ممكن نوصل بعباياتنا العالمية ولا؟ والله بشوف يعني بدأت زي الكيمونوز مثلا والاشياء الطويلة بالضبط. تتلبس يعني شبه عباية حتى عندنا بيلبسوا كيمونو أز عباية. أيوة صح. فيعني أتوقع ممكن إنه يوصل لشيء ممكن توصل. أيوة صحيح. طيب رؤية بتاخدي من التراث تحاولي تدخلي أو تدمجي أو تسوي أفكار جديدة؟ طبعا أنا زمان لما كنت أصلا في يعني في أيام الجامعة كان عندنا أصلا كلاس كامل عن الفاشن أيام الثمانينات والسبعينات فأكيد أخذ أفكار منها مثلاً الأكمام كيف كانت يعني أشياء كثيرة أخذها منها بس ما تبي تتقيدي فيها لا ما يعني مثلاً ما تبغي يكون عندك برنت معين خلاص هذا حق رؤية لا تبغي تغير ممكن في أقمشة وزي كده بس عشان ما تحصري نفسك. حلو. طب رؤية أنت مفكرة بس تكملي في خط النساء ولا حتحاولي تخشي على الرجال كمان؟ والله صعبه حقت الرجال العالم صراحه ايش تلبسيهم لا بس حلو انه الانسان يكون متنوع صراحه الرجال يعني تحسيهم تخرجيهم من ايوه وهم بالنسبه لهم يعني التوب يعني نادرا ما تشوفي يعني في الاولاد اللي بيلبسوا بس هم يستسهلوا موضوع التوب اكثر صحيح فصعب ان انا ادخل في مجال الرجال يعني البنات اسهل اكيد واصلا يعني انا بالنسبه لي لاني بنت فاهمتهم اكثر ايوه صح لا حقيقي رؤية يعني الموضوع جدا مشوق ونتمنى لك كل التوفيق وكانت فقرة جدا رائعة مشاهدينا نستكمل فقراتنا بعد الفاصل ونرجع لكم في سيدتي بعد الفاصل عدسات الأسنان والفنير ماذا سيحدث بها في عمر 60 حقيقة يخفيها عن الأطباء تعرفي عليها في سيدتي